السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في قناة حلويات أسماء. اليوم إن شاء الله غادي نقدم لكم وصفة ديال الدجاج، سهل جدا وكيجي محمر ورائع بطريقة مختلفة بدون استعمال الفرن، من ألد ألد ما يمكن لكم تحضروا الغداء أو العشاء. كنتمنى الوصفة ديال اليوم تنال إعجابكم وفرجة ممتعة. اذا على بركه الله، بالنسبه للمقادير او المكونات ديال هذه الوصفه، غادي نحتاجوا الدجاج بطبيعه الحال. عندي هنا تقريبا كيلوغرام ديال الدجاج اللي يكون مغسول جيدا مرقد في الملحه والحامض. غادي نحتاج ايضا قليل من زيت الزيتون. عندي ايضا القزبور المدنوس او الكزبره والبقدونس، جوج ديال الملاعق كبار يكونوا مقطعين رقاق، علبه ديال اليوغورت مسوس او زبادي بدون سكر. غادي نحتاج عصير نص حامضه، وعلبه ديال الخلطه ديال التوابل ديال الدجاج من اي نكهه كتفضلوا. فكناخذ اناء كنوضع فيه داك اليوغورت الطبيعي او الزبادي بدون سكر، نوضع ديك الخلطه ديال التوابل ديال الدجاج المعدنوس والقزبر، وكناخذ نص ديال الحامضه كنعصرها جيدا على هذا الشكل. غادي نضيف ايضا واحد شويه ديال زيت الزيتون، تقريبا جوج ديال الملاعق كبار. صافي، وكنخلط مزيان هذا الخليط. كيف ما لاحظتوا ما استعملتش الملحه، فهاد الخلطه ديال التوابل ديال الدجاج فيها الملحه، ما غاديش نستعملها. كنخلط مزيان على هذا الشكل، وكنجيب القطع ديال الدجاج وكنوضعهم في هذه التتبيله هذه. طبعا نخلط او نحرك كل شيء مزيان هكا كما كتشوفوا، وغادي نغطي على هذا الدجاج وندخلو الثلاجه حتى يترقد ويشرب ليا هاد التوابل او هاد الماغينات اللي درنا له. هنا بالنسبه اذا كان عندكم الوقت خليوه يبات ليله كامله كيكون احسن، ما كانش عندكم غادي ديروه بحالي، خليوه ساعه في الثلاجه وغادي طيبوه. فهنا كنغطي عليه مزيان بالفيلم اليمونتير او بالسلوفان. مباشره من بعد كناخذ واحد المقله اللي يكون فيها شويه ديال الزيت النباتيه، غير شويه، وكناخذ القطع ديالي ديال الدجاج وكنحاول انني نحمرهم في مقله اللي تكون سخونه بزاف، يعني تكون على اعلى درجه او اعلى حراره او اعلى نار موجوده عندنا كما كتشوفوا، يعني باش الدجاج هكا كيجيني ناشف. هنا مازال يعني غير نحمروه، ما غاديش نطيبوه. فكما كتشوفوا كنقلبوا على هذا الشكل، تقريبا كياخذ لي واحد 5 ديال الدقائق هكاك كيكون تقلى. صافي، وكنحيدوه وكنوضعوه في شي طبق. هنا صافي كما كتشوفوا، من بعد ما تقلى لي الدجاج مزيان هزيته وضعته هكا في واحد الطبق، وغادي ندوزو الان للمرحله ديال الطياب. بالنسبه للطريقه ديال الطياب، غادي نحتاجو هنايا نحاولوا ناخذوا طنجره ولا مقلات اللي تكون عندنا ثقيله، ما تاخذوش يعني شي حاجه ديال الالومنيوم اللي تكون خفيفه، اما تستعملوا مقلات بحال هكا ولا طنجره، ولا تستعملوا الكوكوط او طنجره الضغط اذا بغيتوا الدجاج يطيب لكم بسرعه كبيره. بالنسبه لهاد المقلات هذه غادي نحتاج لها ايضا الملحه، كميه كثيره ديال الملحه. غادي نطيبوا هاد الدجاج ديالنا فوق من الملحه، فغادي نحتاج لنا هاد الملحه يعني العاديه اللي كتباع بنص درهم، كتكون هكا رطبه من الاحسن، يعني كتكون يعني من الاحسن ما ديروش ديك ناشفه، هادي كيكون فيها شويه الرطوبه. فكنستعمل هنا تقريبا جوج ديال العلب ولا جوج ديال العلب ونص، ونحاول انني نوزع هاد الملحه بشكل متساوي في القاعر ديال المقلات، ونضغط مزيان بالاصبع ديالي حتى غادي تشكل واحد الطبقه ديال الملحه سميكه في الاسفل. فهاد الملحه هادي اللي غادي نستعملو باش غادي نطيبو الدجاج ديالنا، يعني غادي نوضعو الدجاج من الفوق بلا ما نستعملو الماء ولا والو. من بعد ما كان قاد الملحه ديالي مزيان وكنضغطها، كناخذ واحد الورق ديال الطهي كما كتشوفوا على قد المقلات، الطهي يكون طالع شويه من الجناب، وكنوضع القطع ديالي ديال الدجاج بهذا الشكل، نحاول انني نستفهم في المقلات كامله.
في هذه المرحله غادي ناخذ ورق اخر ديال الطهي غير باش يكون عازل ما بين الالومنيوم وما بين الدجاج. غادي نوضع ورق ديال الالومنيوم كنغطي على المقلاه ديالي بشي غطاء بحال هذا الشكل، نحاول انني نقاد داك الورق ديال الطهي والالومنيوم. وغادي نوضع هنا المقلاه ديالي فوق من النار اللي تكون متوسطه بلا اضافه ديال الماء ولا والو. الدجاج ديالنا يعني غادي يطيب غير في الماء ديالو. كما كتشوفوا هنايا داز تقريبا واحد ربع ساعه، فهنا الدجاج بدا كيطلق في الماء ديالو وهنا راه كيطيب. فكنغطي عليه ونخليه مده ديال تقريبا ساعه، ولا كيبقى على حسب الحجم ديال الدجاج اللي استعملتو نتوما. غادي نمشي هنا نحضر واحد البطاطس في الفرن اللي كتجي لذيذه بزاف، يعني كندير فيها مكونات قليله. فغادي نرفق بها الدجاج هذا. ناخذ البطاطا ديالي كما كتشوفوا منقيه ومقطعه اصابع، وكنضيف عليها جوج دروصه ديال الثومه ولا ثلاثه، ونضيف ايضا الربيع، ايضا القليل من الملح، شويه ديال السودانيه او الفلفل الحار اللي طبعا كيبقى اختياري الناس اللي ما كيبغوش الحار. فانا درت هنا غير كميه قليله، ما كتجيش حاره بزاف. وايضا غادي ندير شويه ديال الفلفل الاسود وزيت الزيتون طبعا، وغادي نخلط هاد البطاطا مزيان حتى غادي تغلف بهاد التوابل وهاد الثومة والربيع اللي درت فيها. غادي نفرغ البطاطا هنايا في واحد الصينيه، وغادي نغطي عليها مزيان وندخلها للفران طيب. كتاخد تقريبا واحد 30 دقيقه هكاك، يعني من بعد ما كطيب كنحيد عليها وكنخليها حتى كتحمر مزيان صافي، وكتكون جاهزه باش غادي نقدمها مع الدجاج. هنا نرجعوا للدجاج من بعد ما دازت ساعه تقريبا كيف ما قلت لكم، وكيبقى على حسب الحجم ديال الدجاج. غادي نشوف واش طايب، فكنقلبوا هكا بواحد الفرشيطه وكنقلبوا للجهه الاخرى باش هكا كيتشرب يعني دوك او دوك التوابل اللي نزلوا منه، وكتحمر من الجهه الاخرى على هذا الشكل صافي. كنخليه هكا واحد الخمسه ديال الدقائق، ومن بعد كيكون جاهز للتقديم. هنا قبل ما ندوزو للشكل النهائي فغادي نوريكم ديك الملحه كيفاش كتولي. فغادي نحيد داك الورق ديال الطهي، كما كتلاحظوا ما كتحرق ما والو، يعني كتبقى هكاك وكتبقى قاسحه او كتولي قاسحه. هنا باش غادي نتخلصوا منها غير كنجيبوا شويه ديال الماء كنفرغوا عليها وكنتسناو بضع ثواني وكنبداو كنحيدوها بشكل عادي. كما كتلاحظوا هنايا المقله ديالنا ما كتحرق ما والو، كتبقى هكاك. وكيكون الشكل النهائي ديالو هو هذا كما كتشوفوا، المنظر ديالو كيجي رائع، يعني كيجي طايب مزيان ومحمر وبنين جدا بدوك التوابل او بديك الخلطه ديال الدجاج، وطبعا مع ديك البطاطس اللي حضرنا محمره لذيذه بزاف. كنتمنى الوصفه ديال اليوم تكون نالت اعجابكم، ونتمنى انكم تجربوها اذا عجبتكم. ما تنساوش كما العاده ديروا جيم، اشتركوا بالقناه وايضا فعلوا الجرس باش يبقى يوصلكم دائما الجديد ديالي من الوصفات. ما تبخلوش عليا بالتعليق ديالكم، اراكم وايضا اقتراحاتكم اللي كتهمني دائما. شكرا بزاف للمتابعه، ونتلاقاو فيديو جديد ان شاء الله.